كنا بنتكلم على النادي الأهلي، وهنرجع تاني طبعا لذكريات اليابان، بس خلينا نروح لنادي الأهلي مباراة التحيل. عايز أسألك، شايف مين أكتر اللعيبة اللي ممكن تتألق جدا في مباراة الأهلي والتحيل؟ بص يا سارة، وكل الأمور يعني الحمد لله إيجابية بالنسبة للعيبة. إنك رايح بلد عربية، بلد فيها في جمهور موجود، فهيدي كل الحوافز موجوده يعني باذن الله لتخلي اللعيبه ان شاء الله مين كلها. انت بتتوقع له ان هو نشوفه كده؟ والله متوقع لكذا لعيب، يعني متوقع للشحات وكهربا وقفشه، يعني الثلاث لعيبه دول انا حاسس ان شاء الله باذن الله الامور هتختلف معاهم لو ركزوا باذن الله مع النادي بشكل كويس في المباراه اللي جايه دي. اعتقد انها هتبقى انطلاقه كبيره جدا، كمان للشحات، يعني في انتقاد شويه لبعض الناس بينتقدوا الشحات، لكن انا شايف ان الشحات لا مقدم مستويات كويسه وارقام كويسه، والشحات برضو عنده خبره في البطوله دي، لعب مع العين ولعب نهائي قصاد ريال مدريد. ان شاء الله باذن الله الثلاث لعيبه دول ان شاء الله انا شايفهم ان هم يعملوا حاجه ان شاء الله باذن الله. بمناسبه قفشه، لو قدر ان هو مثلا يسجل هدف في كاس قفشه العالم للانديه، هيبقى كده سجل في نهائي افريقيا وفي كاس العالم للانديه، وحضرتك بالظبط. عملت ده، سجلت في نهائي افريقيا في كاس العالم للانديه، الموضوع مختلف ازاي؟ والله انا شايف ان قفشه يعني بدا يستعيد مستواه. لا انا عايز اعرف مختلف ازاي الاول من ناحيه انه الهدف هنا في نهائي افريقيا وفي كاس العالم للانديه، يعني بيدي فرقت؟ ثقه، حاسس بفرق ان دي بطوله عالميه؟ بالظبط كده، بيدي ثقه كمان. ولما تروح تشاركي في بطوله عالميه زي كاس العالم، فالموضوع هيبقى مختلف بالنسبه لقفشه، لان القفشه الفتره دي ما شاء الله الناس بتتكلم عليه طبعا، ان هو القضيه كان ممكن القضيه فمحطين امل كبيره جدا على قفشه، ان هو برضو محور اللعب في النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله اتوقع زي ما قلت لك ان انا حاطط قفشه من ضمن اللعيبه اللي ان شاء الله هيبقى الامور مختلفه معاه في كاس العالم يعني.